بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. جل وعلا ذكر الأنبياء وذكر الرسل، فالأنبياء أكثر من 100,000 والرسل 300 ويزيدون قليلا، أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الرسل أتاهم الله جل وعلا بعض الخصائص، منها تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. قال عليه السلام: إننا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، لما أتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم، الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية استقم، بيت من الطين بالقرآن تعمره، تبا لقصر منيف بات في نغم، صلوات الله وسلامه عليه. هذه الخصيصة الأولى. الخصيصة الثانية: يخيرون عند الموت، بمعنى أن النبي لا يموت حتى يخير ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر عائشة رضي الله عنها أن الملائكة أن الرسل يخيرون عند الموت. قالت: وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم في يومها وفي حجرتها وبين سحرها ونحرها. قالت: فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فعرفت أنه يخير. فالملك عرض على النبي صلى الله عليه وسلم الخلد في الدنيا ثم الجنة، ولقاء الله ثم الجنة، فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء الله ثم الجنة. وقال: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالها ثلاثة، ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. الخصيصة الثالثة: أنهم يدفنون حيث يموتون، أنهم يدفنون حيث يموتون. ولهذا دفن الصحابة نبينا صلى الله عليه وسلم في موضع موته على موضع فراشه في حجرة عائشة أم المؤمنين. ويوسف عليه السلام مات في مصر، لكنه أوصى أن يحمل معه قبره إذا خرج بنو إسرائيل من مصر. فلما هم موسى عليه السلام بالخروج من مصر ببني إسرائيل ضل الطريق، فعلم أن وراء هذا شيئا. قال: ما هذا؟ فقال له الأحبار من بني إسرائيل: إن يوسف أخذ علينا معشر بني إسرائيل أن نأخذ عظامنا معه، أي جسده معنا. قال: ومن يدلني على قبر يوسف؟ فقالوا له: عجوز من بني إسرائيل. فلما أقدم العجوز بين يديه قالت: لا أدلك على قبر يوسف حتى تعطيني حكمي. قال: وما حكمك؟ قالت: أن أكون رفيقتك في الجنة. فكأن موسى كره هذا أول الأمر، ثم ألحت عليه فقبل، فدلته على غدير أو بحيرة ماء فأزيل، فإذا بقبر يوسف فأخذه معهم، والحديث إسناده حسن. والمقصود من هذا بيان أن من خصائص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون. الخصيصة الرابعة: أن الله جل وعلا حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم. وينبغي أن تعلم أيها المبارك أن التحريم ورد في القرآن وفي السنة، ويقع على ضربين: تحريم منع وتحريم شرع. فنقول تحريم شرع بمعنى نقول شيء محرم وشيء مباح، هذا تحريم الشرع، كقول الله جل وعلا: حرمت عليكم أمهاتكم، أي حرمت عليكم نكاح الأمهات. وقال الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة، أي حرم الله عليكم أن تأكلوا لحم الميتة. فهذا تحريم شرع، من تجاوزه من غير ضرورة يأثم. أما تحريم المنع فلا علاقة له بالتشريع، تحريم المنع لا علاقة له بالتشريع. قال الله جل وعلا في سورة القصص عن كليمه وصفيه موسى بن عمران: وحرمنا عليه المراضع من قبل. ما معنى حرمنا عليه المراضع من قبل؟
موسى كان رضيعا لا يفقه أن يكلف، لكن المعنى منعنا أثداء النساء أن يقبلها، منعناه أن يقبل أثداء النساء، فهذا تحريم منع. في السنة هو الذي نحن بين يديه الآن، وهو أن من خصائص الأنبياء أن الأرض لا تأكل أجسادهم. قال عليه الصلاة والسلام: خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أخرج منها وفيه تكون الساعة. فإذا كان يوم الجمعة ليلة الجمعة ويومها فأكثروا من الصلاة علي، فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك صلاتنا وقد أرمت؟ أرمت بمعنى أصبحت جسدا باريا. الصحابة الآن يتكلمون من باب الأصل، من باب الشيء المعروف أن الإنسان يبلأ. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي منع الأرض أن تأكل، أن تتسلط على أجساد الأنبياء، فتبقى أجسادهم سلام الله عليهم محفوظة. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فهذه خصيصة لأنبياء الله جل وعلا ورسله. ثمة خصيصة ليست خصيصة لهم دون غيرهم، لكنها تجمعهم، لكنها تجمعهم. قال جابر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نجني الكباث، فقال: عليكم بكذا وكذا منه فإنه أطيبه. قالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى الغنم. قال: وهل من نبي إلا رعاها؟ كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، فما من نبي إلا ورعى الغنم. ثم ينقل الله ذلك النبي من رعي الغنم إلى رعاية الناس. قال شوقي رحمه الله: وعلمت أمة بالفقر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم، يتكلم عن الشريعة. وعلمت أمة بالفقر نازلة رعي القياصر بعد الشاء والنعم، ويتكلم عن مجد الأمة أيام الفتوحات في زمن الفاروق وغيره لكسرى قيصر وفارس والروم، أيام كان الإسلام شائعا ذائعا في الناس. كانت أوروبا ظلاما ضل سالكه، وشمس أندلس بالعلم تهديه، واليوم تقنى لعز فر من يدنا، فهل يعود لنا ماض نناجيه. المقصود ذكر بعض ما خص الله جل وعلا به أنبياءه ورسله صلوات الله وسلامه.